اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، النهارده حلقه جديده خالص في الميريا اسد الانديه. بتركب الميكروباص بتلاقي التاجر فسيخ قاعد في الميكروباص، لكن انت تخيل ريحه الفسيخ عامله ازاي، وزي ما انتم شايفين فسيخه ملوحه. يا ترى ويا هل ترى ايه اللي هيحصل معانا في الميكروباص، في ميكروباص الميريا؟ يلا بينا نشوف. بسم الله، لا بسم الله، مش حضرتك لماحه من اول ما ركبت عرفت ان انا ببيع في سيخ. بس حد يبيع في العربيه في سيخ؟ لا والله، انا كنت ببيع عند سوق جمله، بس ده اخر حاجه معايا. لو انت حابه تشوفه وتتفرجي معايا ملوحه بالصلاه على النبي. بصي رحنا عند الدكتور. طب وايه المشكله يعني؟ لا معلش والله العظيم يمنعك من مروحك للدكتور. انا ببيعه ب 180. طب اقفلها بالله عليك، احنا شكلنا هنزفر، تاخلينا على الدكتور. مفيش زفره ولا حاجه، انا دي تمنعك من والله تمنعك من مروحك للدكتور. مش كفايه المترو بيبيعوا ايه اللي عندك؟ قولي لي ايه اللي عندك وانا اقول لك ده عامل معاك ايه. ما ينفعش تبيع في العربيات يا ست. انا مش ببيع، ما احنا معانا البصل. البصل الفراعنه قالوا عليه. البصل الفراعنه قالوا عليه يا اختي. مفيش حاجه عايزة. ولا حاجه. مالك مش عايزين نشتري؟ ما انا بعرض المنتج بتاعي. المنتج ايه وقرف ايه؟ بالصلاه على النبي والله العظيم ثلاثه يا ست. طب خدي الشمه وروحي استحمى. يا اسطى انت مش لاقي غير ده وتركبه معانا؟ يعني لو انا اخوك هتعملي كده بذمتك ودينك؟ لو انا اخوك. هو اخويا بيبيع الحاجات دي؟ مالها الحاجات دي؟ ايه يا اختي مالها الحاجات دي؟ ما بتاكلهاش ولا ايه؟ ليه ما بتاكلهاش؟ مشكلتك في التنظيف. انت شكلك ما بتحبش تنظفي. اديهولك بنيه؟ طب اديهولك ستات. ايه لا انا ثابته، بس لو طلعت مش هتخلص معايا. طب وايه اللي طلعك؟ خليك يا اختي تحت، ما تطلعيش. حد قال لك اطلعي؟ طب ما تتلم شويه بالحاجات اللي انا ملموم. انا بعرض منتج يا ماما. البصل موجود. قرف ليه؟ ده نعمه ربنا. عشان الريحه. وبعدين انت ايه اللي مضايقاكي؟ مرشوف. في ايه؟ وفي ايه؟ مفيش حاجه. انا عايزك تدوقي. هو في ايه يا جماعه؟ انتوا مش معانا. ما تتكلموا يا جماعه. ما تتكلموا ايه؟ انا عايز ادوقكم الفسيخ. مش عاجبك الفسيخ يا ست؟ في ليمونه اوعي تغسلي ايديكي. طب دوقي الملوح. يا عم دوق ايه يا ست؟ دوقي الملوح. عم ترجع لو سمحت. انت بتمدي ايدك يا اختي. طب حضرتك دوقي الملوحه. استغفر الله العظيم يا رب. لا حد ياخده. لا بس هو اشترى مني بالصلاه على النبي. ايه ده؟ دوقي. ايه ده؟ مش عايز. ايه ده؟ هو في ايه ده؟ طب قرن فص لحم بطني. هو في ايه بالظبط؟ طب اي حاجه. هات الخرا ده. ما تسكت بقى. هو في ايه؟ انا سبتلك من بدري. دوقي بالله عليك قبل ما تنزلي. انا عايزك تدوق. بس 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 والله العظيم عليك بقى القرف ده. بس بس انت خرجتني. بس بس انا اسف. تعال يا حد يتكلم يا جماعه. انا بهزر معاكوا. ده مقلب. ده مقلب. ده مقلب. ما مشيش معاك بش على 140. يا عم عادي. طب ما تدوق. يا عم انا جايبه عند سوق جمله. يا عم في مالكوا يا جدعان؟ في سيدنا براوه يا باشا. من براوه. شوف الاول الفسيخه واتكلم يا عم. شوف الفسيخه عامله ازاي ولا طلع حته الزبده. بص يا باشا. موزه يا باشا. ليك في الفسيخه يا باشا؟ لا والله ماليش يا عم. والله العظيم زبده. دوق. انا مش عايز ادوق يا راجل. يا عم دوق. انت ايه؟ دوق ليه يا عم؟ مش عايز ادوق يا عم. لا السمكه معروفه فيها ثلاثه. ثلاثه بطروخ. والله ما تقدر عليهم. يهدوا النافوخ يا سيدي. بلاش البطروخ وبلاش الفسيخ. الملوحه اخبرها معاك يا عم. تشوف الملوحه يا عم. ما تتكلمش. ايه يا جدعان؟ ما عايزين ناكل عيش. ما انا كنت ببيع ب 180. قلت 160. قلت 140. انتوا فين مني يا اخي؟ بالله لا تدوق. الله الوكيل. لما تدوق تقول له الله الوكيل. دوق وقول له. طب الله الوكيل. لا تدوق. الله الوكيل عليك. لا تدوق وقول له يا اخي. الله الوكيل. لا تدوق وتقول له. بص يا اسطى ما باكلوش يا عم. في ايه يا عم؟ انت ايه هتتجنن علينا يا عم؟ مش هتجنن. عايزك تدوق وتقول له رايك يا عم. وسعيدك كده يا عم. بلاش الفسيخ. بتعرف منه كل ملوحه. خد الله الوكيل. هتقول للناس كلها. بص انت مالك سرنباء في نفسك ليه كده يا عم؟ ايه يا عم انت بتقول؟ انت مالك سرنباء علينا ليه يا عم؟ يا عم اتنك نحاتك. طب خد يا باشا دوق انت وقول له. بص يا عم. طب عشان خاطر بالله عليك دوق وقول له. لو سمحت يا عم اهو الراجل. طب والنبي ما تكسفني. انت لو دوقت هياخد منك. يا راجل والله لو دوقت اللي هياخد مني. عيب. ما تقطعش عيشي. اكل حاجه تاذيني يا عم؟ تاذيك فين يا اسطى؟ يا اسطى يا اسطى اهو يا اخي. عيب. اخي كده يا اخي. ما باكلوش يا عم. يا اخي 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 عليك يا اولاد البندر. عيب نشي يا اخي عشان السمكه تطلع. يا جدع دوق. ايه يا عم مالك؟ ما بلاش يا اخي الفسيخ. خلينا في الملوحه يا عم. ما باكلوش يا عم اصلا. طب شم شمه وروح استحمى. طب خد ملوحه لاخوك دوحه. يا عم انت حاسب طبل هدومك يا عم؟ انا مش محاسب. معيش فلوس. انا عليا الطلاق. لازم ادوقك حاجتي لان انت دخلت قلبي يا عم. انا والله دخلت قلبي. والله دخل قلبي.
نزلنا يا اسطى على جنب. طب والله العظيم دخلت قلبي بس يا اسطى بقى بس عليا الطلاق يا عم بس يا عم افتح بق عمه جميل افتح بق لعمه افتح بقك لعمه افتح بقك لعمه ام يا فسيخ حمدان بس يا عم ام فسيخ حمدان العسل يا اسطى كده كده انت كده هوبا راح بقى بص بس خد يا جدع عيب يا جدع عيب يا جدع عيب يا اسطى بص كده يا عم يا اسطى انت بتضغطني طب بص طب ايدك يا عم انت فارد نفسك عليا يا عم بص انت يا اسطى عم يا جمل هرد من العربيه يا اسطى اجيب لك مصيبه يعني تجيب مصيبه انت بتعمل كده ليه كلها بقى بسم الله الرحمن الرحيم انا بيموتني بيقلبني الله 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 خلاص بس 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 يا عم خلاص انا كنت عايزك تدول الفسيخ بتاعي بس بما ان انت مش حابب الفسيخ بتاعي يبقى تدول الملوحه يا عم بس يا اخي دول الملوحه بالله عليك يا عم بس اسع كده يا عم في ايه يا اسطى ايه يا عم في ايه يا اسطى فين انت مجنون لا انا مش مجنون انا لسه إيه هوريك الجنون عشان انت كنت معانا في برنامج المريه اسد الانديه يا عم بس يا عم بقى دي كاميرا ودي كاميرا سامع جامده قوي 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 تمشي معاك 140 يا باشا يا عم قلت لك مش هشتري انا فسيخ ولا ملوحه في عربيه اتكلم في ايه بقى يا عم والله العظيم ما هتلاقي حاجه زي الزبده والله لوز اللوز والله العظيم بتنسى ليه لو حد اشترى منك يا عم اخد منه طيب يا باشا انا اسمي سيد نبراء يا باشا من نبراء اسال عني في اي حته والله العظيم احلى حته فسيخ تاخدها مني يا باشا بص بالصلاه على النبي والله العظيم ادوقك حاجه ولا ليك عليها حلفان بص يا باشا بص زبده دي ولا مش زبده بالصلاه على النبي ايه يا باشا والنبي اختي قولي له دي زبده ولا مش زبده؟ بص بسم الله ما شاء الله لا لا ريحتها معفنه قوي كمان ريحتها معفنه ده فسيخ ريحتها معفنه لو سمحت اقفل الكرتون يا باشا طب خلاص اشوف الملوحه انا اشتري منك الملوحه بس ريحتها معفنه جدا من هي هتشتري يا عم انت شاغل بالك لا يا لو اشتريت اشتري يا عم هتشتري هتشتري عايز قد ايه يا اختي؟ لا مش عايزه ولا ايه طب ما انت كده وقفت لي البيع بقول لك ايه ولا وقفت لك البيع ولا ما وقفتلكش البيع لا لا الله والله العظيم ثلاثه فسيخه بالصلاه على النبي فيها ثلاثه بطروخ يضرب في النافوخ يا عم انا مالي فيها بطروخ فيها في النافوخ انا مالي يا ست خدي شم مش عايزه اشم يا عم انت مالك معنفونه ليه كده هو في ايه يا اسطى انت بتفردي زعنفك علينا ليه الزفره دي والقرف اللي لا 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 خلي بالك ما تقوليش زفره وقرف بقى ده اكل عيال زفره وقرف يا ست طب شم كده ودوقي طب دوقي بس انت ليك حاجه عندي مش هشم انا عايزك تذوق اختي مفيش حاجه بقول لك يا اسطى اطلع بينا على اسمي لو سمحت ليه اطلع على اسمي احنا بنسرق يا عم واحنا حراميه ولا ايه احنا بنشتغل على باب الله بنعرق ذوق يا باشا ذوق بس لا والله ما تكسفني عيب والله لا تذوقها تذوق الفسيخ مش عايزه اذوق انا خلاص بلاش فسيخ خد ملوحه مش هاخد ملوحه يا عم خلاص بلاش خد قرن فلفل اخضر مش هاخد اي حاجه خدي كله خدي كله بس خلاص 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 عشان خلاص انا بقى يا عم بس 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 احنا بنهزر معاك والله العظيم انت كنت معانا في برنامج خلاص خد مني ملوحه يا عم كفايه احنا قاعدين بقى يا عم عادل ابو اخده بشمسك دي ثواني بس الله على النبي ايه القرف ده ايه يا عم في مالك يا عم بتقول على نعمه ربنا قرف يا اخي في يا جدعان يا جدعان نعمه ربنا يا جدعان تفسيخ النبراوي على الطعام تلاقيه في اي حته في مصر ده ايه يا عم في ايه يا عم خد لك شمه وروح استحمى يا عم ايه بقيت يا عم القرف ده يا عم ما يا عم ما تعملش كده في نعمه ربنا يا اخي لسه مستحمي بقى اوعى لسه مستحمي خلاص روح استحمى تاني ايه المشكله يعني في ايه على الطلاق بلاش الفسيخ انا ادواك الملوحه بتاعتي حته ملوحه زبده طب خلاص عليا الطلاق زبده زي المانجا العويس اسمعي خد يا باشا بصل يا باشا الف لك شويه يا باشا يا باشا ده انت هتخش بقى على الحاجه هتدعي لك طيب. انا يا باشا الفسيخه بتاعتي لو مؤاخذه فيها ثلاثه تسالني تقول الثلاثه ايه اقول لك ثلاثه بصروخ وما تقدرش تاكل البصروخ لو قلته على الدوخ قول يا جدع عيب يا عم بقى امسك بقى القرف ده كده خلاص بقى خلاص يا عم ربنا يسامحك بتقول على نعمه ربنا قرف يا عم جرب وذوق يا عم ايه ده بقى يا عم يا عم ايه ده يا عم بس يا عم انا عايز يا عم انت مش شايف انت هو بيعمل ايه يا عم انا عايزك تذوق والله العظيم تذوق خلاص بقى خلاص بقى خلاص ضربني عشان انا بايع على باب الله خد ذوق طب واسمع كلامي اسمع كلامي ولا ما تتنرفزش عليا عمنا عمنا عمكم يا عم انت خليت فيها عمنا يا اخي انت خليت فيها عمنا يا جدع ده اكيد ده انا عايزك تاكل عم انت تعبيط تعبيط يا عم انت بلاش ملوح خليك في الفسيخ خليك في الفسيخ اسمع مني عمنا بقى عمنا ارتكب في الجنايه ارتكب في الجنايه يا عم معاك والله العظيم بنهزر معاك دي كاميرات متصوره انت كنت معانا في برنامج اسمه المريه اسد الانديه اقسم بالله انت رزعتني رزعه ما يعلم بها الا ربنا والله العظيم انا بالصلاه على النبي والله العظيم مالك يا عم في ايه يا عم دوق وسمي حلو يا عم زي الفل ربنا يبارك فيك مالك يا عم زعلان مننا ولا ايه؟ انت
انت ايه يا عم بتجر شكلنا مالك؟ انا عايزك تشتري. طب انا مش عاوز. يمكن لما تدوق تحب. لا مش هدوق. شفت الراس عامله ازاي؟ شفت نظافه الراس؟ انت بتضحك على ايه؟ بضحك عليك. ليه يا عم وانت شايف انا جوز؟ ايه يا اسطى في ايه يا اسطى؟ يا عم ما فيش حاجه بنعرض يا عم حاجه ليه يا عم؟ احنا قلنا لك شغالين يا عم مالك انت بتبص لي كده ليه؟ انت اللي بتبص لي كده ليه؟ وعمال تشمشمني وفي ايه يا عم مالك؟ هو حد كلمك؟ الملوحه اخبارها ايه معاه؟ يا عم بتضحك ليه؟ بقول لك شكرا. طب دوق وقول لي رايك بقى. الله؟ اها انت عايز الزبده انت بتحب الزبده انت قلقان من التنظيف. انا هديك حته متنظفه بالصلاه على النبي بص والله العظيم ثلاثه تحس ان انت بتاكل مؤاخذة ايه؟ هات يا استاذ لو سمحت. لا 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 دوق دي. ايه ده يابا؟ لا انت هتدي ايدك ايه؟ دوق دي بالله عليك. يا جدع لا عيب بلاش تجز على اسنانك عشان انت نفسك فيها مكسوف. على الطلاة ما تديلوش حاجة. على الطلاة انت مكسوف. خد. انت في ايه يا عم مالك؟ مالي؟ ايه؟ نسيت انا مين؟ نسيت؟ ايه؟ السيخ بتاع زمان والسمك السردين الملوحة ام ثلاثة يا اسطى تنزل الراجل ده تديني اجرتي لو سمحت. ده ايه الثبات الانفعالي ده؟ بس يا تنزله يا تديني اجرتي. بعد اذنك اللي بيحب النبي يصلي عليه. بسم الله وهيدوق معانا الفسيخ من غير ما يحس باي حاجه. لو عندك اي مرض هيروح. لو عندك اي حاجه هتروح. اوعى ايه يا اسطى في ايه يا اسطى؟ بسم الله بسم الله الله اكبر. اتجننت يا جدع انت؟ انا لسه اتجنن. ماله ايه؟ سهمه جامده قوي سهمه جامده قوي يا جماعه. انت كنت معانا في ألميرية اسد الانديه وما قدرتش اقاومك بصراحه. الراجل ده سكر وضحكني. انت جايبه منين بقى يا اسطى؟ محاسب قانوني بقى ارفع عليك قضيه. ارفع اللي انت عايزه انت عسل. انا معاك في اي حاجه والله العظيم. يا عم ده انت مجنون رسمي. ايوه ما انا مجنون. ماشي انا انت زيع يا عم. انتوا جايبين واحد مجنون يمثل؟ انا مجنون؟ ده مجنون رسمي. ده المفروض يروح العباسيه.